نعم دي فرنش اوف دايجنوزس فين اقول لكم ازاي؟ مفيش ولا كرسي والله مفيش ولا كرسي فعلا في كرسي يعني بتكسر كوست نعم دي فرنش اوف دايجنوزس خلصنا كيرس خلصنا بريدونتال اخر حاجه التروما العيال ده خد بوكس في وشه وقع على وشه اي حاجه هيجي لك منه كتير خصوصا الاطفال تمام؟ يجيلك العيال ده بيقول لك انا واخد اكسبيرمنت فورس فحصل ايه؟ حصل تروما طيب ايه الديفينيشن بتاع التروما؟ ان في اكسبيرمنت فورس التيشو دي ايه؟ تعرضت طيب لما يحصل اكسبيرمنت فورس ايه اللي يحصل؟ ايه المشاكل اللي ممكن تحصل لك انتراورال؟ لو الدنيا خفيفه هناخدها بالتدريج نصعبها ليه لا عندها يبقى حظه سعيد كل اللي يحصل يحصل انجري للتيس والسبورت الستراكشر بتاعتها يعني يبقى مثلا في مشكله في التوس في الكراون في الروت في الالمر سوكيت بتاع التوس بس كده يبقى العيان ايه حاجه خفيفه اي دكتور سنان ممكن ايه يحلها الموضوع ممكن يكبر منك ويخش على فراكشر لمين؟ مين السيباريت البون الموجوده في السكالب هي مين؟ المانجول فاكتر واحده ممكن تتعرض لايه؟ الفورس بيحصلها ايه؟ بيحصلها فراكشر الاسوء بقى اللي ممكن يحصل ايه؟ اسوء حاجه بقى ان انت تاخد فراكشر في المكزيلا تاخد الفراكشر بتاعك يجي في السكيلتال او فيشيال بون ليه هنا اخطر عشان في ريليشن مع ايه مع البرين بقى والاي وحاجات كثيره قوي فراكشر هتبقى مشكله كبيره انك تربحها او انك ايه تعالجها طيب لو حصل فراكشر في الميدل فيس او في الفيشيال سكيلتال ممكن ياخد معاه سكال بوت ممكن يحصل كمان حاجه بقى مور كومبليكيتد يبقى في سكال بوت فراكشر في كرينيال بيز طبعا دي مأساة وبعد كده نخش بقى في السيرفايكال سباين او نخش حاجه انتركريال تيشو لو حصل حاجه في الانتركريال تيشو او في السباينال كورد دي مش بتاعت كواليفر دي هحولها لواحد تخصص هو يتصرف تقريبا ما يخش عمليات جبناها دكتور ايه؟ سنان طيب لما حضرتك هصور اكس راي العيان هيجي لك بهيستري يقول لك دكتور انا وقعت على وشي اتخبطت كنت بلعب ملاكمه وخدت بوكس في وشي اي كده هتعمل ايه؟ عشان خاطر تحدد الدايجنوز بتاعك هل ينفع تبص كده ما شاء الله تبقى انت صحيح وتعرف؟ اه انت عندك فراكشر في الناحيه اليمين واخد مش عارف ايه؟ هتعرفها؟ كداب قوي مش هتعرفها طبعا. تعرفها ازاي؟ هتعمل ريديوجراف عشان يقول لك ايه؟ مكان الفراكشر فين؟ دي اول حاجه الريديوجراف بتاعتك هتعملها يقول لك عليه عامل ايه؟ تعالى يا عمر. طيب لو انت الفراكشر لاين بيبان لك ازاي يا شباب؟ لا بسرعه بيبان الجلوسم لاين تمام كده؟ طيب هل ممكن ما اشوفش الفراكشر في الجلوسم لاين؟ لو انت مصور حاجه تودي ساعات بيبقى عندك ليميتيشن ما يخلكش تشوف الجلوسم لاين دي ونقولها بعد شويه. امال ممكن تشوف ايه يقول لك؟ يقول لك الفراكشر يحصل اندوميكال فاريشن. تلاقي الاوكلوزال برين بتاع الجنب اليمين نازل عن الاوكلوزال برين بتاع الجنب الشمال. هذا ده نورمال؟ ده مش نورمال اناتوميكال فراكشر فبالتالي اتوقع ان هنا في ايه؟ هنا في فراكشر. طيب الانفير بوردر بتاع المانجول مش المفروض ان هو كله ريديو بيك لاين هو الكورتيكال بون فجاه كده وانت ماشي بتعمل تريسنج على الاوت لاين بتاعك لقيت نفسك دروب في حته سوداء نص في ايه؟ كونتينيوتي دلوقتي انا وقعت في النص لما وقعت في النص دي بقى ايه؟ فراكشر لاين ممكن ما تشوفوش بس انت عندك ايه؟ البوردر بتاعك نص في ايه؟ كونتينيوتي طيب حاجه ثانيه ممكن تحصل ان انت عندك البون بتاعك ده اتاتش لايه؟ هل البون ده مش هو اصلا بيبقى ماسك فيه؟ فاكرين فكره الانسيرشن والاوريجن والكلام ده؟ المصل بتخرج وايه؟ بتنسيرت فيه. طب المصل لما بتعمل اكشن بتعمل مين اللي بيحرك لك العظم؟ المصل لما تعمل اكشن تحرك العظم. لو في كسر وحصل مصل اكشن يحصل ايه في العظمه دي؟ تمشي عن صاحبتها التو هاف بتوعك يتحركوا عن بعض، ساعتها بس حاجه اسمها ايه؟ ديسبيسمنت. لو حصل ديسبيسمنت دي انت برضه ممكن ايه؟ تشوفها لا الا ستيب لان تشوفها بشكل ثاني خالص العظمه اتحركت لدرجه ان العظمتين جم على ايه؟ على بعض بقى سوبر امبوزد على بعض يدوك لا بدل ما يدوك ريديو سم تايم يدوك ايه؟ ريديو بيك لاين فيبان لك ان ايه؟ انكريز الريديو بس بتاع ايه؟ ستراكشر ممكن تقول لك ان في ايه برضه؟ في ستراكشر لا طيب يلا ناخدهم بالترتيب كده من الاسهل للاصعب هنمشي بالترتيب اول حاجه عيان خدت تروما وفي الاغلب بيبقى طفل صغير وفي الاغلب بتبقى في الانتيريور تيس اللي هم السنترالز الابر تلاقي العنده وقع من العجله وقع من المرجيحه وخد خطه بزياده تمام؟ شكوته كلها في الحياه ان انا مش عارف اعض عليها دكتور اجي اعض بين البايتنج تمام؟ في اي لوسنج او في اي فراكتشر؟ لا تيجي تصوره اكس راي هتشوف حاجه
هتشوف حاجه. واخرك لو شفت هتشوف شويه وايرنج في البرودونتال ليجمنت سبيس. ساعتها بنقول الكيس دي انه عنده حاجه اسمها كونكشن. يعني ايه كونكشن بالعربي؟ يعني ارتجاج. السنه اترجت مكانها بس ما حصلش اي حاجه تاني، ولا حصل لوزنج ولا حصل ديسبيسمنت، يعني ما اتحركتش من ايه؟ مكانها. كل اللي حصل يا دوبك وايدنج او دي ما حصلت في الايبيكال اريا، وعملت لك لما يجي العيان ده يقعد على اسنانه يحصل ايه؟ بين انفايرمنت. تمام كده؟ طيب قالتها ايه؟ مش هتعمل لها حاجه بس يا ريت تعمل فولو اب. ليه اعمل فولو اب؟ ممكن بعد كام سنه عندي تقول لك، او انت وانت كده زميلك قدامك يقول لك سنتك دي اخمق من سنتك دي. ليه؟ بقى حصل هنا في ايه؟ بعض الكروز نتيجه التروما دي، وان كان في ايديما في الايبيكال اريا حصل بعض الكروز، وبالتالي بعد كام سنه يجي العيان يقول لك السنه دي لقينا وجعاها، لقينا مثلا تلاقي الجلوس تحت منها، لقينا تلاقي لونها ما بقاش ترانسبيرنت زي ايه؟ اللي جنبها. طيب يبقى هنشوف الريديوجراف هنا ايه؟ تشوف حاجه؟ لا. لقينا ما تشوفش، لقينا اخرك تشوف وايدن في الايه؟ في الدونتال ليجمنت سبيس. طيب خدنا فورس اعلى، العيان ده خد فورس اعلى. فالمرة دي السنة بتاعتك هتتحرك من مكان، يعني هتبقى لوس بس مش هتتحرك من مكان، يعني هتلاقيها كده سايبة بس ولا راحت قدام ولا طلعت لورا ولا أي حاجة. الحكاية دي بنسميها إيه؟ بنسميها سب لاكسيشن. سب لاكسيشن يعني يا دوبك حصل البرودونتال ليجمنت اتقطعت من حوالين السنة وبقت إيه؟ السنة دي بقت لوس بس في مكانها. تمام كده؟ دي بنسميها سب لاكسيشن. طب لو حصل فورس أعلى لدرجة إن السنة اتحركت في دايركشن ما، بنسمي الحكاية دي إيه بقى؟ لاكسيشن. تمام كده؟ على حسب الدايركشن بتاع اللاكسيشن هنديله اسم. لو السنه حضرتك اديتها فورس وجيت الفورس دي جت على سنك بحيث ان السنه دي دخلت جوه الفك بتاع العيان، بنسمي الكيس دي ايه؟ انتروس لاكسيشن. السنه دلوقتي دخلت انتروجن، حصلها ايه؟ دخلت جوه العظم. لما تيجي تصور اكس راي هنقول طبعا هتعرف ازاي الفرق ما بينها وبين اللي جنبها. طيب لو فورس اللي نزلت على السنه دلوقتي خلت السنه تنزل من السوكت بس مش تقع كلها، عكس الانتروزف اكستروز ريلاكسيشن. طيب السنه دي خدت حصل لها ديسبيسمنت للجنب اليمين للديستال للميزيال، ساعتها بنقول عليه ايه؟ لاترال لاكسيشن. اي حاجه غير انتروزف اكستروز بتبقى لاترال لاكسيشن. طيب تعالوا نبص على الانتروزف هيبقى لكم واحد فيكم ازاي. خلي بالكم يا شباب الاسبوع الجاي ان شاء الله عندنا سبوتنج، عندنا بوب كويز. هيجي لكم بقى كده زي ما تفتكروا الترم اللي فات كنا بنعمل حاجات داتا شو كده صور، حضرتك بقى تقول لي الصوره دي ام ار اي سي تي سي تي سي، اطلع لك صوره زي دي تقول لي ايه نوع التروما هنا، حضرتك تقول لي انترولن لابسيشن، او صوره ثانيه تقول لي ده ما اعرفش كونكشن. خليكم مركزين في الصور. تمام؟ ادينا قلنا من دلوقتي. طيب ايه اللي حصل في الاكس راي؟ ايه اللي حصل اصلا في بوق العيان؟ كلينيكلي هتشوف ايه؟ عيان جايلك بانتروز ريلاكسيشن هتشوف ايه؟ الليفل بتاع الاكلوزال او الانسايزال ايدج بتاع السنه دي مش نفس الليل، بقت داخل لجوه ايه؟ شويه. طب لو صورته اكس راي هتلاقي كمان اللي انت شفته في الكلينيكال هتشوف الاكس راي ان الانسايزال ايدج مش مع الانسايزال ايدج اللي جنبها. طيب حاجه ثانيه، مين اللي فوق هناك اللي بيلف حوالين السنه؟ لمزه الجمهور ومين ثاني؟ كلهم تلجهم سبيس بقوا موجودين. لا عشان انا زقيت السنه لجوه فكل السبيس ده ايه؟ ضاع. تمام كده؟ واكتر علامه تقول لك ان فعلا ده انتروجن ان انا الليف بتاعي مش في نفس ايه؟ البلي. تمام كده؟ طيب عكس منه مين؟ استروجن او الاستروس ريلاكسيشن دلوقتي السنه وقعت في السوكت بس ما خرجتش تمام. هتلاقي ايه اللي حصل؟ هي دلوقتي سابت بيتها مش كده؟ مش المنظر ده شكل الروت؟ واخد نفس شكل الروت ده بيتها. الحته دي اصلا كان اسمها برودونتال ليجمنت سبيس. لما انا اخرج جوه الصح يبقى انا عملت ايه في السبيس ده؟ كبرته. يبقى انا الاكستروس ريلاكسيشن علامته ان انت بتكبر ايه؟ البرودونتال ليجمنت سبيس. حاجه ثانيه عكس اللي قلناها اللي فات، الاكلوزا بلين ماله هنا بقى او الانسايزال ايدج هتبقى اعلى، هتبقى اكتر من اللي جنبها، السنه كده ايه؟ خرجت من مكانها. لاترال ريلاكسيشن يا شباب اي حاجه بقى عكس اللي انا قلته ده، راحت ديستال راحت ميديال، هتلاقي البرودونتال ليجمنت سبيس قفل في حته ووسع من الجنب التاني. فدي بنسميها ايه؟ لاترال ريلاكسيشن. طيب حاجه بتحصل كتير جدا للاطفال، بيلعب كوره وقع على وشه هوبا ما بقاش في سنه. فين السنه؟ راحت بايظه. حصل حاجه اسمها ايه بقى؟ اول جوينت، السنه بتاعته بقت في ايده، السنه دي وقعت.
ترميها ولا ترجعها؟ ترجعها في أنهي ليفل؟ في أنهي إيدج؟ طيب لو هترجع سنة لازم تكون بيرمنت، تمام كده؟ لو هترجع سنة لازم تكون بيرمنت. ليه؟ ما ينفعش ترجع سنة سيريوس عشان ساعات دي المفروض يحصل لها شوبينج بعد كام يوم، وأنت لو رجعتها بالطريقة دي ممكن يحصل أصلا انكلوز، ممكن أصلا تمسك تشبك. هي هتربط إزاي؟ ما هو البدون تلاقيه متقطعك، ممكن تشبك إيه؟ برون، فتبقى لازقة وتيجي تخلعها ساعات بعد كده ما تعرفش، فتبقى مشكلة أكبر. فأنا لو حاجة سيريوس هرميها، حاجة بيرمنت هحفظها بطريقة معينة، لو وقعت مثلا هغسلها، بعد كده مثلا احطها في ميك أو سلايفا على بال ما اوصل للدكتور اللي هي هيكتبها لي. طبعا بناء على السنه دي اندو، خلاص نعملها اندو سواء قبل او بعد ما رجعها، تعملها سبلنت وتثبتها فوق الايه؟ العين، تحس كده انها حاجه شبه الامبلانت بس الطبيعيه. تعمل ايه؟ ري امبلانتيشن للتوس، تمام كده؟ طيب لو صورت اكس راي اتوقع هتشوف ايه بعدها؟ شوف السوك، مش هشوف حاجه، السوك بتاعك فاضي، تمام؟ بس اتاكد والنبي من سنها مع العيان. يعني لو عيان جاي لك يقول لك والله الدكتور انا وقعت وما شفتش سنه، ما تروحوش كده. لان تبص في الدوره بتاعتك هل حصل اي لاسريشن في الليب مثلا، فالسنه دخلت السنه اللي سيتوس تبقى صغيره، ممكن تروح داخله في الليب وقاعده جوه، فتعمل له اكس راي على الليب مثلا وتشوف هل موجوده ولا لا. ساعات العيان من كتر ما بيقع على وشه بيحصل اديما وسوينج ولاسريشن وبلد، تبقى الدنيا دي تبقى قد كده. يعني مثلا جانا ورا عيانه كانت واقعه من فوق الديسك بتاعها، كان وشها ده كله واقع، انت مش قادر تعمل اي حاجه، مش شايف حاجه، ممكن السنه تكون موجوده في سوفت تيشو. حاجة أقل إن العين يكون بلحها. فلو بلحها دي بقى لازم تتأكد شيست ابدومينال اكس راي عشان تتأكد إن هما إيه؟ ما راحتش في اللانج مثلا، لو راحت في اللانج تبقى مصيبة. فلازم أتأكد في الحاجات دي. طيب. هو إن شاء الله في الأغلب هيبقى لك في إيده يعني. مش وقت خالص. كده خلصنا الجزء بتاع إن التوست بتاعتك حصل لها موفمنت أو سكيشن أو كده، بس ما زلنا في كل الفردة سنة بحد، مفيش أي فراكتشر فيها. نخش على الليفل التاني إن يحصل فراكتشر في التوست، لقينا كراون فراكتشر أو يحصل إيه؟ رود فراكتشر. لو كراون فراكتشر لقينا يا دوبك يحصل في الإنامل، يحصل في الإنامل ودي مش مشكلة خالص، الإنامل شوف دي هتاخدها وتوزعها مثلا في كومبوزر، شكرا على كده، تمام؟ لو هي كبيرة ومش متفتشة وحلوة يعني تحس إن أنت أوضح كومبوزر تبقى فلوس، تمام؟ طيب دخل معاها دنتين، خدت معاها دنتين، اتاكد الاول ان انت ما وصلتش لمين؟ ما وصلتش للبلد، ما حصلش اكسبوجر، لان حصل اكسبوجر هتكون تعمل ايدو قبل ما تعمل ريسمنتيشن للجزء ده، تمام كده؟ طيب لما بيوصل للبلد بنسمي الكيس هنا ايه؟ كومبليكيتد. بقت شويه كومبليكيتد فكان البلد بقى قصه وليله كده يعني. طيب ما فيهاش مشاكل الكراون فراكشر. المنظر ده ايه؟ شايفين الجزء اللي اتكسر قد ايه هنا؟ حته كبيره، احتمال كبير يكون واصل لمين؟ للبلد. تمام يعني ان شاء الله واصل. طيب نخش بقى على اخر المرات دي الفورس كلها وقعت على مين؟ على الروت. لقينا تقسم لك الروت جزء فوق وجزء تحت. لقينا تقسم لك الفوق وده طبعا الافضل يعني انك تقسمها جزء فوق وجزء تحت على حسب الليفل بتاع الفراكشر هنقول كويس ولا مش كويس. لقينا بقى حاجه مش كويسه خالص تقسم لك التوس بتاعك من الكراون للروت بتوعك. لا دي اسوء، دي اسفلت. من كيف خلعت هزر ولا ايه؟ ايه اللي هيحصل لو الكارنس اتكسرت؟ بحيث ان التوز بتاعتك تبقى جزءها فوق والجزء بتاعك التاني تحت. ساعتها بنسمي الفراكشر لاين هنا اسمه هوريزونتال روت فراكشر. مكانه فين؟ احنا بنقسم الروت بتاعنا لثلاث اجزاء. الثلث اللي فوق كرونال، اللي في نص ميديال، اللي تحت ميديال. لو اتكسر في اي ثلث من الكتاب دي بندي له اسم. يعني ميدل روت هوريزونتال روت فراكشر. كرونال هوريزونتال روت فراكشر. عشان ده سؤال في الامتحان، يجيب لك فراكشر زي ده واقول لك قول لي نوعه ايه؟ والليفل بتاعه ايه؟ تمام؟ طيب تفتكروا مين احلى في البروجنوزس؟ اللي في الايبيكال ولا في كرونال؟ ليه؟ لا احلى كسر في الروم اللي في الايبيكال 1 3 ليه؟ حته اتكسرت منك تحت هنا كده، فرقت معاك في اللينس بتاع الروت قوي يعني؟ مضايقك قوي؟ مش مضايقك خالص على فكره، 2 مللي من الروت يلا ب 60,000 سلامه. تمام؟ ونعمل الاندو ونظبط حياتنا، لكن لو التوب بتاعك اتكسرت كرونال او في نص الروت ذات نفسه تبقى اسوء شويه. لو كرونلي قوي هتلاقي حضرتك تاخد الكراون تنين في الباسكت. خلاص كده مش هينفع نثبته. اه تصدق لو كورونا هتجيب الكراون في الباسكت هتنين، مش هتعرف تعمل سكين وهتعمل له ايه؟ مش هيحصل له سبورت وهتخلي معاك ما تسيبش. طيب دي حاجه ريسنت بقى. شوف تعمل بوست في الميدل. الميدل وان سيرف هو اللي ممكن تعمل ايه؟ الميدل عمر هيبقى اقول لك الميدل وان سيرف هو اللي ممكن تعمل فيه ايه؟ ممكن تعمل سبورت وتعمل سيجمنت قدام بعض.
كرون انتي ما اللي بتفهم بيها بعد تمام؟ طيب الفراكشر هنا يا شباب هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ ايه؟ ايه؟ ليه؟ ده على ده ليه؟ بس قسم السنه فوق وتحت مش كده؟ بس يبقى في ليفل ايه برضو؟ بنقول عليه ايه؟ هوريزونتال. طول ما انت ما جبتش السنه من كراون لروت يبقى انت ايه؟ هوريزونتال. طيب امال المنظر ده ايه؟ ده المنظر الاسوأ والابشع ان السنه دي خلاص هيحصل لها ايه؟ اكستراكشن. السنه دي هيحصل لها اكستراكشن وبطل ترتيبها. تمام؟ طيب هنا الفراكشر لاين بتاعك فين؟ في الابيكال وانسر لو اللي عندك كان البول ليفل بتاعه كويس كانت السنه دي ممكن تبقى تمام. بس مشكلته هنا كمان ان هو عنده ايه؟ بونص اصلا. طيب شويه فراكشر كده على سريع اللي فوق ده في الكرونال والفيرد ونوع هورزونتال فراكشر. هنا فراكشر برضه بس باين على شكل تو لاين. خليك فاكر الكلمه دي هقول لك عليها حاجه بعد شويه. شايفين فراكشر هنا شكله كتير ولا لا؟ تحس ان هو خطين كده. تمام؟ طيب خليك فاكرها بس. هنا فراكشر تقريبا في الميدل ده ايه؟ لما بيحصل يا جماعه فيرتيكال فراكشر في الاغلب في الاغلب حضرتك اللي بتبقى عامله. ليه بقى؟ وانت شغال اندو حبيت تنظف زياده كان عندي زايد قوي فعملت فايل ما بقتش فايل ودي 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 اوب تمام؟ بلاش خلصت اندو وظبطت الدنيا بتعمل كوندنسيشن لازم كوندنسيشن اوب كسرنا الروت. بلاش خلصنا الاندو تماما وعايزين نركب بوست بقى عشان نعمل كراون نعمل بوست نلفه كده بالتردوب بعد كده نلف البوست مقرب عليه قوي قرب عليه قوي دي فورس زياده تطلع في شكل ايه؟ شكل فيرتيكال روت فراكشر. شايفين فراكشر هنا؟ ما شاء الله هنا كانت فورس زياده على السنه شويه عزمت لك السنه نص تمام كده؟ الحاجات النط روت التوس ممكن يبقى لها حل فيرتيكال روت فراكشر ممكن ان انت تقسمها على تعتبرها سنتين في اللور بالذات هي دلوقتي رومرز. كل الكلام ده انا قلته ده خيال كل ده ما زلنا في ليفل ان اي دكتور سنان ممكن يعمله. نخش على الحاجات الاقوى اللي هي اوتوماتيك انجري افيشال. قبل ما نقول احنا كنا من شويه قلنا فايت ريد جراف. تعال نرجع عليها كده سريعا. الريد جراف هيعمل لك اسيسمنت او اسينشال ايه بيعمل لك ايه؟ قلنا اول حاجه بيشوف هل في فراكشر لاين اصلا لا بيشوف السايت السايت والسايد. هيجي لك في الامتحان سؤال يقول لك اذكر السايد والسايد دي والتي. السايت يعني مكانه فين؟ لان البند بتاعنا بنقسمه لحتت والسايد اللي هو ايه؟ يمين وشمال. تمام كده؟ عشان في الامتحان هو يعني ايه سايت ويعني ايه سايد زي ما كنا بنقول دلوقتي يعني ايه موداليتي ويعني ايه بلين ويعني ايه تايب. ما فاهمين مشكلتنا كلها ما عادش ساعات فين السؤال اصلا عايز ايه؟ تمام؟ طيب يبقى هيقول لك الفراكشر لاين بتاعك فين؟ هيقول لك السايد او الدايركشن بتاع الفراكشر. هيقول لك ايه تاني؟ قلت لك ان الماسل اكشن ماسكه في العظم والعظم اتفصل عن بعضه لو حصل اي موفمنت العين عمال يتكلم لسه وعمال يتحرك يحصل حاجه اسمها ايه؟ ديسبيسمنت. الدايركشن بتاع الديسبيسمنت ده مين بيحدده؟ الريديوجراف. طيب ريليشن شيب ما بين السنه والفراكشر لاين لو في توس موجوده في الفراكشر لاين يعني عندنا بعض انواع الفراكشر هنقولهم بعد شويه تبقى التوس اعضله في النص كده هتعرف تعمله تريتمنت؟ لا لازم تعمل ايه للتوس دي؟ تشيل تعمل اكستراكشن للتوس عشان تعرف تعمل تريتمنت لايه؟ الفراكشر لاين ده. طيب اللوكيشن لو زي ما قلنا من شويه لو عيان مثلا حصل له انجري وحصل لاسريشن السوفت تيشو وحصل فورين بودي بقت موجوده فيه اعمل ايه عشان اشوفها؟ بحط اكس راي في اللب كده هنا واصور اكس راي. المفروض انها كان الفيلم يطلع لونه ايه كله؟ اسود. طلع لك نقطه بيضاء فيه يبقى فيه فورين بودي. تمام كده؟ طيب الالاين بتاع البون حضرتك بتعمل دلوقتي انا عرفت ان فيه الحمد لله صورنا اكس راي في ديسبيسمنت هنحله ازاي؟ ايه العلاج؟ بعد ان شاء الله ما تكبروا شويه تاخدوا في السيرجري حاجه اسمها فيكسيشن او انت تعمل فيكسيشن المون بتاعك ب ريدكشن او ويزاوت ريدكشن. يعني ايه؟ لان هو اوريدي خلاص الاين مش هتعمل حاجه اكتر من انت تثبت العظم بتاعك شلنا بجد السجينه عشان تثبت العظم. طيب ما انا بعمل ايه فتح عشان اثبته؟ بتلبسه. طب في السيرجري برضه حاجه اسمها انترمكسيمال فيكسيشن بنحط بار على السنان اللي تحت وبار على السنان اللي فوق ونجيب واير ونقفل ما بينهم هما الاثنين ولو جدع يفتح ايه؟ يفتح فوق. تمام كده؟ تقول لي بياكل ازاي؟ بياكل بشامبو من ورا سنانه اللي ورا من ورا الايد ويفضل على كده شهر. معلش دي حاجه مأساوية جدا بس لازم يثبت العظم عشان يحصل ايه؟ يحصل هيلينج. طيب
لو العظم الالاين خلاص هنعمل الفيكسيشن ده شكرا وزود وزود اوبننج. طب انا في اصلا الاين في ديسبيسمنت هينفع ثابت على كده؟ لازم الاول اعمل ايه؟ افتح فلاب وارجع اعمل ريدكشن للبون ارجعه وبعد كده اقفل ايه الفلاب واروح مثبت ايه العظم بتاعي. فانا لازم اشوف لما افتح وارجع اعرف ان هو اتظبط ولا لا ازاي؟ هو الاكس راي تمام كده؟ قبل ما اقفل الفلاب ده كده ممكن ايه؟ اخد فيلم اشوف الدنيا ظبطت ولا لا. طيب اخر حاجه حصل هيلينج ولا ما حصلش هيلينج؟ الدنيا باظت حصل انفكشن ولا لا؟ الفولو اب مين هيعمله؟ برضه مين؟ الاكس راي. نيجي على الجزء خلاص احنا خلصنا التروما اللي موجوده في التوس والبروتين فراكشر بتاعها مش على حاجه اقوى. حصل فراكشر مين العظمه السيبريتد المعرضه لفراكشر كتير؟ الماندل. الماندل بتاع حضرتك بنقسمه لاجزاء عشان لما اقول لك لو سمحت فراكشر لاين امبارح كنا في المسابقه حد كان في المسابقه قبل امبارح كان في فراكشر قال لك قول قول الفراكشر فين؟ ده سايت فكانت حاجه في الانجل بنسميها ايه؟ انجل فراكشر. طيب ناخدهم بالترتيب الحته اللي في النص اسمها سيمفيزيال او سيمفيزيال سيمفيزيال فراكشر. طيب من السنترال للكراين الايريا دي بسميها بارا سيمفيزيال او كراين ايريا مش اوكي او بارا سيمفيزيال تمام كده؟ طيب من الكراين للايد اللي هو مش الايد سوري شايفين الانتي جونيال نوتش ده بيخلص هنا ويبتدي لفه اللفه دي اسمها ايه؟ الانجل زمان من اول اللفه دي من هنا من الكراين اللي قبل اللفه بنسمي ده ايه؟ البادي في زمان بنسميه ايه؟ بادي يعني اي فراكشر هنا بسميه بادي. من اول ما تاخد اللفه بتاعتك من انتي جونيال نوتش لغايه فوق الريمس بسمي دي ايه؟ انجلر فراكشر. طبعا لو كسر جاي فوق في الريمس هنسميه ريمس فراكشر. واخر حاجه التوت بروس بتوعك اللي هم مين؟ كوندايلرليك فراكشر او كرونويد فراكشر. طيب تاني بنكرر كتير عشان تفهموا لما تفتح الكتاب ما تبقاش مستغرب من حاجات. لقينا الفراكشر لاين بتاعك ايه بقى؟ ريديلوسنت لاين كده في النص ويبقوا الاثنين قصاد بعض ساعتها بنقول ان الفراكشر ده كويس ابن حلال مش هيخليك تفتح فلاب العضمتين قدام بعض فبسميه هو فيربل فراكشر لاين. طب لو العضمتين متحركين عن بعض هتفتح فلاب ولا مش هتفتح؟ حاجه وحشه ورخمه قوي بنسميها ان فيربل فراكشر لاين. اقول لك دلوقتي بس خليك مركز معايا طول ما العضمتين قصاد بعض يا دوبك تعمل ايه؟ فيكسيشن والعظم هيجي هنا في النص يتكون وشكرا لحلت المشكله. طول ما العضلتين مش قدام بعض كده يبقى لازم حضرتك تعمل ايه الاول؟ تعمل ريدكشن ترجع العضلتين قصاد بعض وبعد كده ايه؟ تثبت. طيب ممكن ريديلوسنت لاين هو كسر واحد في العظم لما انت تيجي تصوره اكس راي يبان لك ان هو خدتين صوت. هل هما كسرين ولا هو كسر واحد؟ هو كسر واحد خلوها هقولها بعد شويه لما تيجي السلايد بتاعتها ليه شفتهم كسرين؟ طيب اخر حاجه قلنا لو حصل ديسبيسمنت ممكن العضمتين يجوا على فوق بعض يحصل سوبر بوزيشن وساعتها هيبان الكسر ان هو شكله ايه؟ ريديو اوبيك لاين تمام كده؟ ده اللي انا كنت بقوله لو في ستيب في الكسر بتاعك يعني تحس ان انت العظم كده مش على ليفل واحد ساعتها بنقول الفراكشر ده ماله؟ قولوا معايا ان فيربل فراكشر. طب لو فراكشر الاثنين قصاد بعض تبقى فيربل فراكشر عشان هجيب صور كتير وهسالكم دلوقتي من اول دلوقتي الاول حاجات المعقده دي لغايه ما نخلص السكشن كل فراكتشر لاين موجود في مكان تبقى انت محتاج تعرف ايه التكنيك اللي يوريه لك. يعني لازم كده وانت واقف تقول له والنبي يا دكتور اللي عندها اتخبط على وشه قدام كده فانت عارف ان في هنا ايه؟ الخبطه جت في السيمفيزيال اريا. هتروح تقول له مثلا صور بطل امك تبقى يعني بصراحه دكتور يعني سوري وحش قوي هتعرضه للاكس راي مش هتشوف الكسر يبقى شكلك وحش قوي قوي قوي. ليه؟ هي السيمفيزيال اريا بتطلع في اللتر بي. انت لازم كدكتور محترم تبقى عارف لما يجي لك عيان بيشتكي من حاجه معينه في مكان معين ابقى عارف الموداليتي اللي ممكن اصورها وعندك تو تايبس من الموداليتي اكيد كبار قوي لان عيله جميله حلوه بنت حلال بتوريك الدنيا كتير اسمها ادفانس موداليتي اللي هم سي تي والسي بي سي تي والام ار اي لان عيله يعني اللي هو تعالى في الجيش اتصرف قال لك الجيش اتصرف قال لك العيله دي لسه مكمله معانا للاسف الشديد في الاماكن هنا ايه ما ينفعش اسيبها ما ينفعش استغنى عنها ما انا عمال احكي ليه معاك من اول السنه هتروح الارياف مش هتلاقي سي بي سي تي وسي تي حضرتك هتلاقي ايه؟ هتلاقي اكس ري ماشين كده طالعه الحيطه ربنا اجرى عليها الزمن تستخدمها باي طريقه. تعمل بيها ايه بقى؟ الكونفنشن موداليتيز. طيب لو جالك كسر في السيمفيزيال ايريا او برا السيمفيزيال ايريا تفتكروا معايا كده ايه الموداليتي اللي ممكن تصور بيها؟ خلينا نتفق ان كل الجداول اللي عندكم في الكتاب دي مكرره مكرره كل التكنيكس
تقريبا المقرره لو انت شغلت مخك شويه مش هتحفظ. كل تكنيك يعني بياخد واحد كده ايه سبيشال ليه، والباقي كله رص الرصه رص الرصه. باجي لك انا بقى في الامتحان بقول لك النبي هو سيمفيزيت فراكشر بشوفه بايه كونفنشنال تكنيك، قوم انت تحل تكتب ايه سي تي سي بي سي تي. هقول لك غلط ولا لا؟ اغلطك ولا ما غلطكش؟ بقول لك كونفنشنال ريديوجراف روح تاني سي تي سي بي سي تي ازعل. تمام عشان بتعملوا كده في الامتحانات قولوا احنا غلطنا ليه. هو واحد سي بي سي بيشوفه بس ده كونفنشنال؟ لا ده ادفانس اناليسيس. طيب لو انا اشوف سيمفيزيل او بايس سيمفيزيل فراكشر تفتكروا معانا كده مين اللي كان الفيلم البسيط السهل اللي كنت بدخله والعيال فاتح بقه مين الواحد كده حاجه ايه ترعوه الاوكلوزن تكنيك حلو قوي او توجرافيك تكنيك. طب انا مش قادر افتح بقه خالص اعمل ايه في الفيلم؟ احطه من بره واصور حاجه اسمها ريفيرس توجرافيك. ده الفيلم الوحيد اللي في اللور اللي كان بياخد ايه بوزيتيف انجليشن. طيب اول مين فيه مشكله؟ مين بنت الحلال اللي ما دخل معانا في اي حته؟ الحاله دي ومن الحاله اللي تحت منها برضه بانوراما وبوستر انتيرو. هنقول الكلمتين دول تقريبا في كل اللي جاي بانوراما وبوستر انتيرو بانوراما وبوستر انتيرو معاهم سي تي او سي بي سي تي. في اي مشاكل عشان بس ما نحفظش كتير. يبقى مين المميز هنا؟ المانديبولار برستكشن والريفرس ايه جرافت. يلا بسرعه قولوا معايا الفيلم ده قال تكنيك مانديبولار ايه اوكلوزال. ما مانديبولار اوكلوزال ايه جرافت ولا برستكشن؟ توبوغرافيك. ليه توبوغرافيك؟ عشان اشوف ايه في الروتس تحت منه مين. طيب هنا في ستيب ولا مفيش؟ في ستيب. يبقى الفراكشر نوعه هنا بانوراما. شايف الفراكشر لاين سيمفيزيال فراكشر نوع الفراكشر هنا اسمه ايه؟ يجي لك في الامتحان لا انت مش شايف ما ينفعش تقول عليه مش شايف البورد. هل انت شايف بورد مش شايف الفيلم ولا لا؟ مش شايف حاجه انا عامله بروب هنا. تمام طيب هو جاي في انهي منطقه؟ سيمفيزيال. طيب واللي قدام دي كلهم كانوا سيمفيزيال ايه؟ فراكشر. يلا بقى نتخانق مع بعض. نوع الكات الموداليتي ايه؟ الموداليتي سي بي سي تي ولا هيبقى سي تي مش هزعل منه. الاثنين بول ويندو اوبت بول ويندو. ليه؟ انا شايف الديتيلز بتاعت البول انا شايف كورتيكال بول ووهمي سبونجي بول. طيب نوع الكات ابيض شايفين سبليسمنت شايفينه اسم الكاكسترينا مكانه سيمفيزيل فراكشر والنوع اللي هو ايه ان فيربل فراكشر. طيب خش على بعض ما تخضوش من نظر الجدول بسيط. خش على بعض خلصنا الاريا دي نخش على البادي فراكشر. البادي فراكشر رص نفس الرصه بانوراما بوستر انتير سي بي سي تي وسي تي. زود عليهم مين اللي كان بيجيب لك جنب من وش العيان؟ لاترال اوبليك. شكرا جدا. حط معايا لاترال اوبليك في وسط الزحمه اللي احنا فيها دي. تمام كده؟ طيب البريم كان يعني لو العين اصلا قادر يفتح بقه ممكن تشوف عند الطول بس يعني مش هتضايق كده في اغلب الاحوال. نيجي للانجلر فراكتشر اخو البادي فراكتشر هتشوفه في البوسترو انتيريو بالسي تي وسي سي تي وهتشوفه بالبانوراما. وطبعا حبيبنا مين اللي بيشوف الجنب ده كله كده؟ لاترال بريك سواء ريمس بروجكشن او بادي بروجكشن. هل ينفع اشوف ريمس بروجكشن اشوف فيها بادي فراكتشر؟ لا عشان مش عايزين بس نركز مع بعضنا. وانس ان انت قلت بادي فراكتشر لإلا تقول لاترال بريك وتسكت لإلا تقول لاترال بريك بادي بروجكشن. لو هتشوف اللي هو في الانجل يبقى لإلا تقول لاترال بريك برضه تسكت لإلا تقول ريمس بروجكشن. تمام كده؟ فين الفراكشر لاين هنا؟ هتشايفه؟ اسمه ايه بقى ده؟ اسمه ايه؟ انجلر فراكشر. دايما هتلاقي الانجلر فراكشر جاي معاه امباكت ايه؟ في اغلب الاحوال. ليه؟ امباكت ايه؟ هنا هيبقى قاعد مقلل لك البول فبالتالي اي فورس تبقى ايه سهل ان يحصل ايه؟ مش عارفه الكلام ميرسي. لا ما عملتش كده. هو ايه؟ لا هو حاجه ثانيه. اسمع برضه ايه؟ مش عاجبه المحور. طيب هنا الفراكشر فين؟ ها؟ انجلر فراكشر سايد فين؟ تقول رايت سايد اللي هو انجلر فراكشر. طيب حد شايفه؟ في ار برضه نفس الكلام هنا ايه؟ ده انجلر فراكشر. الصورة دي نوعها ايه بسرعة؟ أكيد خليك بسرعة. يلا بسرعة نوعها سي تي أو سي بي سي تي. هي سي تي يعني بصرف النظر مش مهم تعرف تفرقها بينهم دلوقتي. طيب بتاع الصورة بون ويندو فراكشر لاين فين؟ في
السيمفيزيه والبارا سيمفيزيه الاريا الحته اللي فاضيه لدرجه ان البول حصل لها ايه سوبريشن البول بقت حته متعلقه كده دلوقتي شباب وفي جرين ما لكش دعوه بالليله دي ايه نوع التكنيك ده بوستر انتيري صح كده اللي كان بيجي لك مش عارف مين بوستر انتيري تمام كده لا مش ريفرس تاون ده بوستر انتيري مش معلش بس لو فتح بقه في ريفرس تاون هيبقى موطي وبيبقى فتح بقه قوي فبيبقى وشه كويس جدا المنظر ده مش شايف ممكن تقول غلط في التكنيك ان احنا فتحنا بقنا شويه في النص بس يعني ده مش ريفرس تاون كل ما انت شايفه الايه شايفه نهايه المنزل ولا لا في ريفرس كنا بنشوف نهايه المنزل طيب في الفراكشر هنا برضو في الانجل انجل الفراكشر تمام كده ايه نوع الفراكشر هنا مش هنختلف يا جماعه انا قلت لك من اول اللفه بتاعتك اللي هي بعد الانتيجونيال نوتش بنقول عليها انجلر فراكشر من بعد اللفه دي كلها مع الانجل دي لفه كل اي كسر في اللفه دي خلاص احنا هوبا اللفه هي الانتيجونيا نوتش اهو اللفه ابتدت يبقى ده اسمه ايه؟ انجلر فراكشر نوع الام جي هنا ايه؟ واللي شاطر اللي هيقولها نوع الام الام جي اسمها ايه؟ لا والله ما انا عارفه هو ده حد يبقى ايه كمان فاتح جيبها جيبها يا عمر قولها طلعها من جوه لا انت لا يعني خش في حته هي بنرامه بس مش جايه من الماشين بتاعت البنرامه اللي فوق هي من جايه من اسمها ايه بقى؟ انفورماتيف بنرامه اسمها ايه؟ بيفورمات البانوراما عرفتها ازاي؟ انا عرفتها ازاي؟ شايفين الدنيا كتير ازاي يا جماعه؟ حد فيكم شايف السباين كورد هنا او السويس سيرفايكال بتبي مش موجوده، حد فيكم شايف اي سوبر بوزيشن على السناب؟ مفيش، الايمج بتاعتك تحفه كلير توصل الايمج دي من مكان واحد بس هو مين؟ السي بي سي سي تمام كده؟ ريمس نفس الكلام اللي احنا قلناه مفيش اختلاف نفس الاربعه اللي احنا بنرصهم حد عنده اعتراض؟ بانوراما بوستر انتيير لاترال اوبليك وسي تي او سي بي سي تي حد عنده مشاكل نيجي على اخر اثنين دول بنزود كل واحد فيهم فيلم كوندايركت فراكشر والكرونويد فراكشر حد يفتكر الكوندايركت فراكشر كنا بنشوفه بايه مين ريفرس داون اللي هو كان بيفتح معاه بقه ليه ويوطي راسه عشان يخرج لك الكوندايل من الجلينويد فصه فتبتدي انت تعمل ايه تشوفها المنظر اللي فوق ده ايه يا جماعه حد شايف الفراكشر هنا فين فراكشر؟ بارس الفيزياء شاطر اسامه شاطر فين تاني؟ جيبها بقى في الكوندايركت الناحيه الثانيه فبص بقى شوف الكتاب وانس انك لقيت بارس الفيزياء فراكشر او بادي فراكشر في الاريا دي في الرايت اين تروح على مين؟ على الليفت تروح على الليفت تشوف ايه؟ في الاغلب اللي بيحصل العيال لما بيقع او بياخد فورس كده الفورس ليها رده بترد مين اضعف حاجه في الناحيه الثانيه؟ الكوندايركت فتاخد الفورس بدل ما يحصل ايه المفروض يكون دايل عشان ما تخشش تبوظ لك حاجه او لو الفورس دي قويه قوي فتخش فوق ما تدوس كده وهي طلعت فوق تخش في مين؟ برين تخش جوه حتى كريتيكال جدا فعشان ده ما يحصلش ربنا ارحمنا بايه؟ عندك حاجه اسمها كوندايل ليك رفيعه جدا ليه يعني ربنا عامل لك كوندايل ليك رفيعه؟ ما هو اكيد يعني لو عايزنا تبقى عشان اي فراكشر في المكان ده عشان ما تبقاش كريتيكال وصعب يحصل ايه على طول؟ يتكسر النت يتكسر والمنبل خلاص ما يخشش فوق ده ينزل تحت تمام كده؟ طيب يبقى لما يحصل بادي او بايس زي فراكشر اعرف دايما عينك تروح على الناحيه الثانيه اتاكد ان مفيش ايه كوندايركت فراكشر تمام؟ طيب البليد اسمها كلنا بنختلف مين الكورونا؟ كورونا ليه كورونا؟ دلوقتي انت شايف تو كوندايركت طبعا هم مكسورين فشكلهم مش طبيعي تمام؟ ايه الايمج اللي تجيب لك الاثنين ريمس كده وكوندايل فيهم اخرهم عصايتين واخرهم كوره تشوفهم ازاي لازم تكون باص لعين منين من قدام الكات اللي انت بتبص فيه العين من قدام ده اسمه ايه كورونال كات تمام كده يبقى الايمج هنا ايه كورونال طيب بون ويل بون ويل طبعا يبقى انا شايف الكورتكس الكورتكس والسبونج بون طيب هي ليه كوندايل عامل ليه كوندايل نايم على جنبها ده عيان خد فورس وكسر باي لاترال في الكوندايرا نيك بتاعته اي يعني في اغلب 99% من كسر الكوندايرا نيك تلاقي الكوندايرا بتاعته راحت لجوه ما طلعتش بره ليه؟ لا الفورس جاي من اي اتجاه لو النيك بتاعتك اتكسرت هتلاقي الكوندايرا نامت على جنبها لجوه على طول افتكر اناتومي افتكر اناتومي مين بينسرت هنا؟
ايه المصل اللي بتنسرت في النك بتاعته كوندايل؟ اللاترا تروجويد. اللاترا تروجويد طالع من التروجويد بليت وعامله انسيرشن في النك بتاعتك، فلما تعمل اكشن هتسحب مين معاها؟ اللي كسرت تسحب الكوندايل معاها. فدايما دايما هتلاقي ان الكوندايل بتاعك السنس بتاعها بيبقى يخش فين؟ ميديا. تمام كده؟ طيب ايه الكات دي يا شباب؟ ادي الكات صح كده؟ مونومنتو معايا؟ انا شايف الكورتكس وشايف السبونج بون. تمام كده؟ ده الكوندايل بتوع التكون مفصولين ليه كده؟ كسر ودخل ناحيه ايه؟ الميديا الاسبكت بتاع العيال. تمام كده؟ تعال نفسر التفسير بتاع ليه الاكس راي ممكن تشوف لك الكسر كان بيروس بلاين واحد او دبل او ما تشوفش اصلا. اولا انت يعني مش فاهم، انت ما بتنجمش، جالك عند كسر فانت في الاغلب هتصوره بالدايركشن او بالتصوير النقطه بتاعك. انت عارف الدايركشن بتاع الكسر بتاعك فين عشان تشوف الاكس راي؟ الاكس راي تشوف لك الفراكشر لاين اسمه كبير كده، لازم مين يعدي فيها؟ لازم الاكس راي بتاعتك تعدي فيها، ومن بعد ما تعدي تقع على الفيلم على طول. يعني تخش تعدي في الكسر وتقع على الفيلم بعد كده على طول، فالخط ده يبقى لك منه ايه؟ كلير ديلوست. تمام كده؟ هل ده هيحصل بنسبه كبيره؟ وهيحصل، بس نفترض انت خدت دايركشن ثانيه او اتجاه ثاني او الكسر بتاعك اصلا خد دايركشن غير المفروض كان متوقعه يعني. يحصل ايه؟ لو انت جبت الاكس راي بتاعتك بيربنديكولر على الكسر يحصل ايه؟ مش انا عندي كورتيكال باب كارولينجول، حصل ايه هنا؟ دروب اهو، حصل هنا دروب، يبان لك ده اسمه هنا، يبان لك ده اسمه هنا، يبان لك ان هو دبل ايه؟ ريديوسد لاين. هل هو دبل فراكشر ولا هو فراكشر واحد اوبليك دايركشن؟ فراكشر واحد اوبليك دايركشن. تاني انا عندي كورتيكال بريد بيكسر في حته، لو هو خط كده عمودي، لو الكسر بتاعك كسر لك العظمه كده بالظبط كان يعني ممكن يبان خط واحد. لو انت عديت فيه بالاكس راي على طول من غير يعني الاكس راي دخلت الخط في الفراكشر ونزلت على الفيلم على طول من غير ما اي حاجه اخرى، صح كده؟ يبان لك برده كانه خط اسود. طب هنا ايه اللي حصل؟ الاكس راي جت من ذكر على الفيلم على سرعه على الكسر. الكسر بتاعك اوبليك مش كده؟ يعني كاسر البكر مول في حته وكاسر اللينجوال مول فين؟ في حته ثانيه خالص. يبان لك الاكس راي ازاي؟ مش معنى ان انا الحته دي سودا يبقى الريديو ديس هنا قلت، انا شلت البوم من هنا، شلت البوم من هنا، فيبان لك ان هما ايه؟ خطين سود، بس هو فراكشر لاين ايه؟ واحد. لان اخر حاجه لو حضرتك جيت بزاويه مختلفه تماما ما شفتش بقى خالص الكسر، يعني جاي اتجاه عكس الكسر تماما، فبالتالي انت هيحصل سوبر امبوزيشن من البون اللي هو ريديو بيك قوي، فيحصل لك ميزلي فراكشر لاين. ساعتها بتعرف منين؟ حضرتك بتشوف بقى الاناتوميكال باوند بتاعتك، شوف الفي بون بتاعك، لو ما لقيتش فيهم حاجه برضه ما تسيبش عيان، لو لقيت الوش مش طبيعي ممكن تعمل موديل تاني خالص ونعمل ايه بقى؟ حاجه 3 دي. تمام؟ ايه الكسر هنا يا شباب؟ تاني لا يا عم الانت ورا هيك ده اسمه ايه؟ ده بادي فراكشر وده ايه بقى نوع؟ فيبربل ولا ام؟ طبعا ده الستيب ايه؟ صباح الخير طاير من الهوا. استنى شايفين يا جماعه؟ تو سيجمنت واحده فوق واحده تحت. السبيسمنت هنا فظيع. طيب شايفين الكسر هنا؟ شكله باين ان هو ايه؟ تو فراكشر لاين. هل هما تو ولا هو واحد بس بوبليك دايركشن وبان لك في الاكس راي كده؟ بان لك في الاكس راي كده. الاكسبيرينس بقى بتعرفوها بعد كده. طيب ده عيان قبل وبعد عيان. حد فيكم شايف الفراكشر هنا؟ فين؟ في الانجل اهو. في فين؟ في لا اللي في الريمز ده ابوس ايديكم. ده انا كنت كان لاند مارك الفرنجيال سبيس جاي من فوق وفاتح على السواد ده، لازم عشان كنا بناخد اناتومي عشان كده الترم الاولاني. عرفتوا ليه؟ طيب عشان ما تقوليش ده فراكشر. طيب الفراكشر الثاني هنا صعبه شويه انك تشوفها، انا معاك عشان دي بانوراما، انتوا عارفين بيحصل سوبر امبوزيشن على الانتيريور الا دي في ايه؟ من ايه؟ سيرفايكال فيرتبري تجي لك على الانتيريور تغطي لك الدنيا لونها ابيض، فلو في فراكشر بيبقى رخم شويه ان انت تشوفه وسط البياض ده. المهم هم شافوه مالناش دعوه، وعدوا العيان اكتبوا له ايه بقى؟ طبعا هم هنا الانجل فراكشر دي فيها ستيب ولا ما فيهاش؟ فيها ستيب، فلازم يفتح. هيعمل فلاب ويفتح يحط بقى ايه؟ بليت سكروز عشان يظبط العصبتين قدام بعض ويقفل تاني، وبعد كده هحط ايه على السنين بقى؟ ايه اللي على السنان ده يا شباب؟ ده اللي بنسميه الاي ام اف اللي هو انتر ماكسيلري فيكسيشن، بركب بار على السنان تحت وبار على السنان فوق واقفله بايه؟ بواير، بيقعد يعني كده لمده شهر عشان يثبت عضلته ما تتحركش، فيحصل ايه؟
يحصل ايه؟ طيب خلصنا من الليمبال فراكتشر، اللهم لك الحمد. الساعه كام دلوقتي؟ انا قربت طيب. نخش بعد كده بقى ايه؟ حاجه عظيمه جدا كلكم ممكن تعملوها لما تيجي تخشوا اول سيكشن اكستراكشن. المفروض وانت بتعمل اكستراكشن الابر مولر الحاجات اللي هي الثقيله دي تكون ايه؟ شويه سلولي كده وشويه حلو كده وخفيف. ليه؟ لو انت بقى بادي بيلدنج وجيت اتعفيت على السن هيحصل ايه معاك؟ فراكتشر للبكال وول او للينجوال وول، والاغلب بيبقى مين؟ اللينجوال صعب عشان تقيل شويه، مين اللي بيتكسر على طول؟ البكال وول. تلاقي البكال وول في السن ما شاء الله طالعين معاك هما الاثنين. حلو قوي، شلت ايه؟ عريت السنان اللي جنبي منها. ده فراكتشر ليه؟ مش هتشوفه الا فيلم هاي ديفينيشن اللي هو فيلم زي ايه؟ فريبت. يعني حاجه بنورمال ممكن ما تظهرهاش. او طبعا حاجه 3 دي. فلازم عشان تشوفوا صور فيلم ايه؟ فريبت. يعني ممكن كمان ما تشوفوش لو السن اصلا ايه؟ انت ما خلعتهاش لسه او ما اتخلعتش يعني. تمام؟ طيب. نخش بقى النفس. خلصنا كده كل الدلع بتاع دكتور السنان. نخش بقى على الناس اللي هتروح ان شاء الله تخش عمليات على طول. نخش كده ايه؟ نعمل عمليه. مين الناس دول؟ ابسطهم من فوق لتحت كده حاجه اسمها دنتو قلب. يعني ايه؟ يعني ما شاء الله اسنانك بقت عباره عن طقم. يجي لك العيال بتصف اسنانه الفوقاني طقم اسنان بقى سيبريت عن ايه؟ عن البون. ده اسمه دنتو قلب. بيعملوا له فيكسيشن وبيوصلوه ببليت سكرو. مش مشكله الدنيا ايه؟ حل ان شاء الله. طيب ايه اللي ارخم من كده؟ يجي لك حاجه اسمها زيجمات كومبلكس فراكشر. الزيجمه بتاعت سعادتك متوصله باربع رجلين. كنا قلناهم الترم الاولاني. رجل رايحه للفرونتال بون، ورجل راجعه ورا لزيجمات البون اللي بنسميها القش، ورجل طالعه للمجزله اللي كانت بتبان في الفيلم بريميكال. تمام كده؟ ورجل لجوه ماسكه في السكال من جوه. وانس ان انت جبت ما شاء الله بنيه بالعيان كسرت لك الاربعه كونكشن دول، بقت مين سيبريتد كده؟ الزيجمه. ساعتها يجي لك العيان فريش وجميل قوي ومش متضايق، هو كويس. بس ايه اللي حصل؟ بعد يوم كده بعد ما الاديمه بقى تهدى شويه كده تلاقي وشه مالي متطبق. فعلا مش مطبق، اخر مثلا تاخدها بس بتاع بوكس، ياخد بوكس كده ما شاء الله وشه مطبق، ما بقاش في خد. ده يعملوا ايه؟ طبعا بيرجعوه يقعدوا يوصلوا بقى زي جمبه كل اصحابها عشان خاطر نرجع السبورت بتاع ايه؟ التيشو. طيب حاجه ناس كتير برضو بتشوفها وتعرضت لها قبل كده، الناس اللي بتلعب او بتجري الكوره بتقع على وشها، مين العظمه الضعيفه اللي هنا؟ نزل بون. العظمه اللي هي تحت النضاره دي نزل بون وجنب منها الاسمويد سايز. تمام؟ لو انت خدت حاجه قويه هنا هتكسرها بسرعه جدا، فيحصل لك حاجه اسمها نيزو اسمها ده الايه؟ كومبلكس فراكشر. طيب ارخمهم بقى اللي هو مين؟ الاوربت. عامه الاوربت اي فراكشر فيها بقى في جواه مين؟ في عينك، في جواه عينك بس. تمام؟ فالاوربت فراكشر بنسميها بلو اوت، دي حاجه رخمه هنقولها دلوقتي في اخر حاجه هنقولها يعني. طيب تيجي بقى لواحد نكد قوي، حاجه نكد يعني. في واحد عارف فريس كده كان بيقعد دكتور تشريح وبتاع، فكان بيشرح الناس اللي بتجيله من تروما ويشوف كده لو كم يعني العظمه الفلانيه والفلانيه اتكسروا مع بعض هنديهم اسم. اسمهم ايه؟ ديفولت. على اسم طبعا هو لازم نحط اسمه في التاريخ. طيب اول حاجه قال لك لو طقم اسنانك اللي فوق اتفصل مع البلد وكسرت معاه التريبويد بيت ده هنسميه ديفولت 1. ديفولت 1 المفروض اللي هو لما قال هو بيحصل ايه؟ بايلر. تلاقي ساعتك قرشك اللي فوق ده كله بالبلد بالترجول البيت من ورا، شكرا كله بتاخد معاك. ده بنسميه ايه؟ ديفورت ورد. وده يعتبر الهين اللي فيهم. ليه؟ هترجع برضه وتوصل الدنيا هتمشي. يفكروني بتوع القرص اللي يجي يكسروا عشان خاطر يعملوا ايه؟ قرص ناس سيرجري ان هو بدل ما يطلع قدامي يرجعها لورا فاضطر يكسرها. حاجه شبهها كده. طيب صعب الفكره؟ صعب قوي. تعالى بقى كسر المرة دي خد كل اللي انا قلته اللي فات ده التربويد بليت اللي ورا بس طلع الليفل اعلى. طلع لفين؟ قال لك لنص النيزل بون ومعاه الاوربيتال فلور. فكسر لك ايه؟ خد لك المجزله كده بيس اوف. انا مش فاكرين خدها كده من وشه. خد المجزله. تمام كده؟ بقت ايه؟ بتلعب في وش العيان. تيجي اسمه ايه بقى دوت؟ ديفورت تو. ننكد خالص بقى موت العيان ده بقى العيان بيموت. العيان اللي جاي ده بيموت. مين ده؟ ده ريبورت 3. ده واحد بقى عمل حادثه بشعه واتكسر بقى معاه كل اللي انا قلته ده تربويد واسنان وكل حاجه، ودخلنا بدل ما كنا عند الليفل بتاع النوز بس لا اطلع كمان فوق. مين اللي كانت عامله كونكشن هنا؟ الحته دي هنا ايه؟ حد فيكم يعرف؟ دي البروسيس اللي جايه زي الجوما مع الفرونتال. الحته دي كمان تتكسر. يبقى انا خدت نص الاوربت كمان معايا. يبقى انا اول ما اخش ان انا كسرت زي جوماتك بون كسرت بون زي جوما، يبقى انا ريبورت كام؟
اه يا شباب الصورة اهي دلوقتي انا كنت فوق يا دوبك السنان ومعايا الجولد بيت وبعد كده خدت الجولد بيت وطلعت نص النص اخر حاجة طلعت النص عند اي فوق خدت معايا مين؟ الزيجوما اول ما اقول لك كلمة زيجوما يبقى انت ريبورت كام؟ 3 مش هرجع كتير في الحوار ده عشان دي حاجة سهلة دلتو الفا فراكشر هتشوفهم في ايه؟ بانوراما بص كتير طبعا سي تي سي بس مش هتكلم عليه كتير هو لازم معايا كل اللي جاي تمام؟ والبريميكال ده لو انت عايز تشوف مثلا السمنة دي يعني كانت سيباريتد لبارت صغير شوف بس هنا السنان بس يعني مش هتبقى فايده قوي يعني. لا انا مش هبقى قادر يحبوها اصلا. ديفورتاتك بقى انا في حاجه نسيت اقولها. ريفرس داون انا ما قلتش تيمور فراكشر في الفرن صح؟ ما قلتوش انا اسفه جدا. طيب مش اسفه كنت هعمل سيكمنت. الكرونويد فراكشر معلش انا اسفه هرجع فيه سنه ورا عشان ما انساهاش بس هي الموجوده عندك في الكتاب. لما قلنا الكرونويد بنشوف بالريفرس داون. الكرونويد لو تفتكروا معايا مين اللي كان بيرجع راسه لورا كده؟ ووتر اسم ايه البيو ده؟ ووتر ساينس بيو او ووتر بيو او سنتمنتال بيو لما كان بيرجع راسه لورا كده كان مين بيطلع لك شبه الهرم هنا؟ الكرونوي هتشوفها فيها انا اسف ان انا نسيت معلش مين تاني ممكن برضه يوريك الزيجوما والحته اللي حوالين منها؟ هتلاقي دايما الاوكسنتمنتال جاي معاك في الليفردات كلها ده الاوكسنتمنتال موجود معاك لان هو بيشوف لك الايه بتاعت الميدل بيز طيب اصلا عيني اللي هو مكتوب وشه دوت وعينه يعني بينزل من كل حته ده عند خلو يعمل على طول ايه؟ في الاغلب كمان هيبقى سي سي مش سي سي ليه؟ يعني ممكن اصلا يبقى في كوما ممكن اصلا مش قادر يقف وانت عايز حاجه سريعه نعمل له بقى على طول سي تي في حاجات ساعات ممكن لو حابب تتاكد مثلا من سوفت تيشو فبالمره سي تي بيطلع لك ايه؟ سوفت تيشو مالكش دعوه الكات دي روحها ايه ولا اسمها ايه ولا جايه منين؟ الفراكشر لاينز فين؟ اوربيتال فلور اهو وفي ال وفي زي لا مش في زي جوما سوري وفي البلد تمام الحته بتاعت المنزله اللي هي واخده النوز دي لو انا قلت لك ان هي اوردر فلور وما طلعتش شغاله زي جوما يبقى انا هقل نوع دي فور تو صح كده فور تو لو انا قلت لك الكسر جاي مثلا يبقى انا هقول لي فور كام؟ 3 خلاص يا جماعه اخر حاجه اهو ده يا دوبك واخد البلد السناك ده طلع واخد النوز بالقرد فلور ده طلع فوق خالص لغايه ما خد معاك مين؟ زيجوما. زيجوماتيك كومبلكس فراكشر انا قلتها قلناها هقول لك بس الايمج الحلوه اللي بتوريها لك صرف النظر طبعا على السي تي والكومبي دول معانا دول ولاد فوق راسنا دول اكتر ناس حلوين تمام؟ مين لو انت بقى مش عارف ما عندكش بقى الموداليتي دي تعمل ايه؟ تصور مين؟ تصور الاكسبتمنتال او اللي هو الووتر او اللي هو ساينس بيو ليه؟ لما انت بترجع راسك من جوه كده ورا كده بيجيب لك الزيجوما باربع رجلين. فين هم اربع رجلين هدول؟ ادي رجل طالعه فوق الفرونت تمام؟ والرجل اللي راجعه ورا دي اللي هي مين؟ الارش ورجل اللي ناحيه مين؟ الباكزيلري بون. اديك شفت الثلاثه مش مهم الرابعه، الرابعه عشان تشوفها لازم تشوفه في اكزيال اكزيال كات. طبعا هو سوبر اوبوزيشن رهيبه في عذاب يعني. ده العيان ده اتكسر من ثلاثه بروس كورنرز الزيجوما فبالتالي دي بقت خلاص عايمه في الهواء ده بنسميه زيجوماتيك كومبلكس فراكشر. اخر حاجه حاجه رخمه وسخيفه جدا حاجه اسمها درو اوت حضرتك خدت بوكس محترم في عينك فكسر لك مين؟ الاوربيتال فلور. هو مين تحت عينك؟ مين تحت عينك؟ الساينس زهله هوا ولا مش هوا؟ حته فاضيه اوضه فاضيه فتحت ما بينهم للاسف الشديد ان الفلور بتاع الاوربيت هو هو الروف بتاع مين؟ بتاع الساينس انت كسرته، مين تحب تقعد تستريح تحت؟ طيب تحت سعادتك هتلاقي نفسها حصل لها يضرب. دي بنسميها ايه؟ فينيشن للار. العين بتاعتك نزلت فين؟ في الفراغ الشاسع فالعين بقى محول. ليه؟ اسمها ديبلوبيا. ايه؟ انا عيني ليفل وده ليفل فانا مش شايف كويس. تمام كده؟ تعمل ايه؟ الصوره دي يا شباب؟ قول لي موديلتي ونوعها وبعدين كاتس. قلت ايه؟ ينفع اقول مع السي بي سي تي سوفت تيشو ولا لا؟ اوعى تقعد تضرب ده يا شباب، قلت كلمه سي بي سي تي اوعى تقول لي سوفت تيشو. امال ايه؟ ايه الصوره السي بي سي تي اللي لو شفتها لا يمكن تقول عليها سي تي؟ لا يمكن ولا قلت ازعل منها. لو انا جالي ايمج سي بي سي تي بعينها كده ما ينفعش غير تقولها غير انها سي بي سي تي، ما ينفعش. اوبا عليك حلوه جدا، لوكالايز ايه؟ فيلد فيو. لو انت جالك صوره لوكالايز فيلد فيو اوعى تقول لي سي تي، هو سي تي بيطلع لوكالايز فيلد فيو؟ لا. صوره زي دي كبيره مون ويندو تقول عليها سي تي وسي بي سي تي، لكن لو سوفت تيشو ويندو زي دي، ما انت شايف ديتس في البون هنا؟ ده انت شايف سوفت تيشو وشايف العين المصري بتاعتها، يبقى ده ايه؟
سوفت تيشو ويندو سي تي الكات بتاعتك شايف عينيه الاثنين منزلين ساينس ونوز يبقى ده معين شايف من وشه اسمه كرونال كات. حصل هنا ايه؟ رينيشن للبون للعين نفس الكلام الفلور بتاع الدور بتتكسر العين نزلت فيه وده فلويد موجود فين؟ في الساينس المفروض الساينس بتاعك لونه ايه؟ اسود. لو بصيت لقيت ان في اوباسيتي في الساينس الساينس بتاعك مبقاش كبير واسود يبقى انت عندك مشكله في الايه؟ في الساينس. في الاغلب بتبقى لبيق يعني في الاغلب فلويد ليفل ما كانش يبقى ايه؟ يبقى حد عنده اي سؤال؟ اللي هيطلع يصور معاه في الميل انجكتبل وثمان ميرب جلوبز اوكي؟ مين اللي كاتب اسمه على لوكو كده كده؟ في حد مش كاتب اسمه على لوكو؟